ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الشاب أيوب اللي دار روينة في كازا وصفاها لشخص وأصاب 8 أشخاص. واقعة خطيرة هزت الرأي العام الوطني ووقعت بمنطقة البرنوسي بمدينة الدار البيضاء، بطلها شاب يدعى أيوب، حيث قام هذا الأخير بالاعتداء على زبناء سناك حتى أن أحدا قد توفي بسبب الطعنات الغادرة التي تلقاها. ولكن المفاجئ في الأمر هو أن أصدقاء أيوب يقولون أنه شاب ذو خلق، ولم يدركوا لحد الآن كيف تحول شاب هادئ إلى وحش خطير على المجتمع. وإلى ذلك فقد وثقت العديد من الأشرطة لحظة اضطرار رجل شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي لإيقاف الشاب أيوب، والذي كان في لحظة اندفاع قوية، حيث هدد رجال الأمن والمواطنين بواسطة سكين من الحجم الكبير. ومن جهة أخرى قال صديق المجرم معلقا على الواقعة: أيوب درويش ما يمكنش يدير هاد الشي، غالبا شي حد سحر ليه، غير البارح تلاقيت معاه قال لي أجي نقلبو على خدمة، ما عمرو الضارب وما كيكمي ما كيشرب، عمرو تعاطى شي حاجة، مربي وكل شي عزيز عليه، ما عرفناش اش وقع ليه، دار داك الشي وبدا يغوت بغيت نموت، وهداك سناك اللي دخل طعن فيه الناس كان خدام فيه، شي حد سحر ليه ولا عطاه شي حاجة، ما يمكنش يكون طبيعي. دري ضريب دري نقي كيجيو على والديه، كيجي عندي تيقول لي عيطي لولدك باش نمشيو نقلبو على خدمه، ما عندوش دري انقى من النقى، ما يمكنلوش الا نديرو له شي حاجه، هذا الولد كلشي كيشات دري نقي انا ما كاينش تقدر شات شي كتاب تعليه، هذاك الشيء كتبت عليه وتيقول له مريض، ويا ربي هذا المرض يشفع له انه ما يتحكمش بزاف، ويا ربي غير ما يموتش في هذه القرطاسه، يا ربي ما يموتش في هذه القرطاسه، صحابو دعيو لينا دعيو معاه لا الا قالت له شي حاجه، ما يمكنش يدير او الجزائر جمال كيقتل القطوط، لا ما يمكنلوش الا درت له شي حاجه، شهاده الجميع، وهذه خصها مع السلطات بان ذاك الدري الله يعمره الله يعطيه الله يفاجئها عليه، جو تجريوا على ميمتهم مرضيا ما يهش فيك حتى العين، هكا ما يهزهاش فيك، امين امين، والله يعفو عليه، الله يخفف عليه، الله يجعل فيه يخفف عليه.